بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبناء شعبنا الفلسطيني البطل، تمر قضيتنا اليوم بظروف غاية في الدقة والصعوبة، حيث يتعرض أبناء شعبنا في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية ومذابح ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم أجمع. قمنا منذ اللحظة الأولى ببذل كل جهودنا، وأجرينا اتصالات واسعة مع العديد من زعماء العالم من أجل وقف هذا العدوان، وذهبنا لقمة القاهرة وأجرينا عشرات اللقاءات، ودعونا مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير إلى الخارج ووقف اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في القدس والضفة، والذهاب إلى حل سياسي يستند إلى قرارات شرعية دولية لإنهاء الاحتلال. وبالرغم من صدور قرار الجمعية العامة أمس بأغلبية ساحقة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ردت عليه باجتياح بري وتكثيف غير مسبوق من القصف والتدمير والقتل، وقد وصل عدد ضحايا الفلسطينيين حتى الآن لحوالي 7500، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ووصل عدد الجرحى إلى حوالي 20,000، وذلك غير الذين لا يزالون تحت الأنقاض وهم بالآلاف. وأقول لكل من يسمعني، كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3,000 طفل؟ وكيف يمكن السكوت على قصف المستشفيات؟ وكيف يمكن السكوت على هذا التدمير الوحشي والعقاب الجماعي للمدنيين؟ إنني أطالب العالم بالضغط على إسرائيل لوقف شلال الدم الفلسطيني، وأدعو شعبنا في هذه اللحظات إلى التلاحم والتعاضد والتكافل والصمود على أرضنا في مواجهة هذه الحرب الإجرامية التي تشنها الآلة الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس. وأعتقد أيها الإخوة أنه أهم هدف هو ترحيل الناس، ترحيل الشعب الفلسطيني، إعادة نكبة 48 و67 إلى هذه الأيام. هذا الأمر الذي يجب علينا أن ننتبه له وأن نحضره وأن نمنعه بأية وسيلة كانت. وفي هذه اللحظات الحرجة أقول لشعبنا بأننا سنعيد بناء كل ما دمره الاحتلال في القطاع، وستبقى غزة جزءا أصيلا من الدولة الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية بما في القدس الشرقية، وشوكة في حلق المعتدين، وستبقى القدس عاصمتنا الأبدية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما أننا لا يمكن أن ننسى في هذه اللحظات شهداءنا الأبرار وأسرانا الأبطال وجرحانا البواسل، وتوجه بالتحية لشعبنا القابض على الجمر في فلسطين وفي المنافي والشتات والمخيمات، على وقفتهم البطولية إلى جانب أحرار العالم الذين نقدر لهم وقفتهم بكل إخلاص تضامنا مع حقوق شعبنا الوطنية والمشروعة. وإنني أدعو الإخوة والأشقاء قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة لوقف هذا العدوان الوحشي على شعبنا الفلسطيني وقضيتنا ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعمل كل ما من شأنه تمكين أهلنا من البقاء في أرضهم
تمكين أهلنا من البقاء في أرضهم وإنهاء الاحتلال لأرض دولتنا بعاصمتها القدس. وستبقى اللجنة التنفيذية في اجتماع طارئ ومفتوح لمتابعة المستجدات والاتصالات والتطورات الجارية. وشكرا لكم جميعا.